صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من يقول بأن إكرام إبراهيم عليه السلام للأضياف ليس من فضائل إبراهيم، بل هو من عادة البدو إذا نزل بهم أحد أن يكرمهم، فما حكم هذه المقولة؟ هذا جفا والعياذ بالله، سوء أدب مع خليل الله، لا يجوز هذا الكلام. هذا لا، هذا هو اللي بدوي، ما يقول هذا الكلام إلا جاهل بحق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم.